تيار تعضيد النقائص التنموية على رأسها نقص المياه الشروب وانعدام التهية داخل أحيائها ومشاكل أخرى باتت تؤثر على الحياة العادية لمواطنيها الذين لم يستفيدوا من عهدة رئيس البلدية السابق أي شيء، في وقت تعاد نفس الوعود المسؤولين الذين باتوا بعيدين عن واقع سكان هذه المنطقة ولا يتذكرونهم سوى في مثل هذه الأيام الحملة الانتخابية حسب تصريحات التي رصدها مراسلنا ديار بن داود. احنا الماء مكاش كاش قاع مكاش، راه كانت العطش ورانا نزقوع الاحمر، الطريق راكم جيتوا معاها وشتوها مكاش، المدرسه دخلوا بزاوز يقراوا السنه الرابعه شحال قعدوا شهرين بها لحقهم المعلم ما كاين لهم ولا قش شراوها على شهرين حتى بغاو يدوا الفاكونس الاولى، لا كونتيم راهم يفطروا بزاوز مساكين في ديارهم والماكله تلحق مصروف يلحق والماكله مكاش، اللي طيب راه يطيب شيء طيب يطيب لهم حاجه اللي واجده. الطريق ما كاش، البزاوز تاع اللي يكون ما كاش، معلمين لا 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 لانجي هم داروه تاع الطبيب، الطبيب راه مش شحال الشهر يجي بلا طبيب، الفايده حيه ما كاش هنا، الضو برا صحاب برا الضو راه واصل وما يشعش ما يقديش.